مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم نتابع اهم الاحداث والاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتنطلق النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية بمشاركة 49 دولة إفريقية. القمة بتستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد. النهاردة هيعقد الأزهر الشريف الساعة 12 الظهر مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الشهادة السنوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023، وبيعتمدها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية حفل فني الساعة 7:30، بيتضمن مقتطفات فنية من فصول مركز تنمية المواهب، الجيتار والغناء العربي والعود والفلوت والإيقاع والبيانو. النهارده هتنطلق البطوله العربيه للانديه بالمباراه الافتتاحيه بين السد القطري والوداد المغربي، واختارت اللجنه المنظمه للبطوله العربيه للانديه اللي بتستضيفها السعوديه طاقم حكام مصري بقياده الدولي محمود البنا لاداره المباراه، بينما تم اختيار الدولي محمود عاشور قياده كابينه الفار.